اللي سمحنا في ديورنا وسمحنا في وليداتنا وبقينا في هذا الاعتصام. انا كنهضر من 2009، عطينا فلوسنا، جمعنا واحد الرزيق عطينا لهاد الناس وما تسلمنا حتى شي حاجه. 11 عام تاع المعاناه، 11 عام نتمنىكم هاد 11 عام يجلس هاد المسؤول ويضرب 11 عام ديال ما كان في الناس كيس ديالها، يشوف 11 عام شحال فيها من شهر، شحال فيها من نهار، شحال فيها من دقيقه، شحال فيها من ثانيه ديال المعاناه. عيب وعار، انا كتجيني عيب وعار يشوفونا الاجانب بان احنا متشردين فلوسنا. انا مرشد سياحي وضربت لي كيلومتراج، عطيت لابيغ ديال المغرب باش نجيب هذيك البركه باش نعطيها له هو يسرقها ليا. لا يعقل تشوف نسوه هنا بمعيه الاطفال ديالهم بيتين في العراء، بيتين في الرطوبه، الحشرات الطقس ومتشبتين، لانه كما قالت واحد السيده انه حشومه وعار انه المراه الصويريه تبات هي ولدها في الزنقه. حنايا كيف تعرف الجميع هذه واحد تقريبا واحد الاسبوع حنا معتصمين هنايا. لماذا؟ اللي هو مبتغى ديال السكن. حنا تنعانيو اليوم لان هذه المؤسسه اللي قلت العمران اصبحت مؤسسه فاسده. علاش؟ لان لا يمكن تاخذ عندك واحد القدر ديال المال اللي هو 140 الف درهم بالضبط، 140 الف درهم وما تعطيكش السكن ديالك، والسكن غير 45 متر، متر ماشي شي حاجه كثيره وماشي شي حاجه اللي كبيره. هاد الناس هادو خداو الفلوس وتتفلاو علينا. هاد الناس هادو صبح بسببهم صبحت شحال من عائله على ما بقى بينها وبين التشرد في الزنقه، ما كاينش متر. تشرد في الزنقه والاقصاء، لا يعقل باش الناس عاطين رزقهم وما يشدوش المحل. هذوك العيالات الاكثريه فيهم الاكثريه فيهم هما ورجالهم راهنين كاريين، فلوس الكلى ما بقات، فلوس الرينه ما بقات، وبالاضافه كاينه الجائحه. هاد الناس هادو غادي يتفلاو علينا. دخلونا لواحد اش غنقول لك، واحد لا تونيل اللي مالي باب دخلونا وما ليهاش المخرج، كاين ليها المدخل وما ليهاش المخرج. حنا اليوم من هذا المنبر هذا كيف تتشوفوا حنا مشردين هنايا، ناعسين في الظلام. انتم بدا تشوفوا الظلام، لا اله الا الله محمد رسول الله، ناعسين هنايا. وهاد الناس مازال ما جاوبونا حتى شي حاجه. حنا من هذا المنبر هذا تنشدوا صاحب الجلاله يتدخل، لان هاد الناس نصبوا عنا بالاسم ديالو، لانه هو مشروع ملكي اللي صبح اليوم بالعكس مشروع مآسي. حنا اليوم تنشدوا كيف قلت وتنطالبوا جميع السلطات
التدخل العاجل لحل هذا المشكل هذا. وحنا راه ما غاديش نوضوا من هنايا كيف قلت البارح، كيف قلت البارح، ولو حطوا لنا القرطاس على ريوسنا ما غاديش نوضوا من هنايا. لا يمكن انا غادي نوض من هنا الا ما اخذت الحق ديالي هنا. هذه اسمها مؤسسات العمران للتعمير، حنا تنقولوا لها مؤسسات العمران للتقبير، لان جوج الحالات اما القبر اما الدار، جوج الحالات علاش تيدافع الانسان ولادو وبلادو. حنا في الحاله الاولى اللي هي الاولاد، حنا الاكثريه تاع الناس هنايا قربوا للتقاعد وكاينين المتقاعدين. ما يمكنش الراجل المتقاعد اش بقى له في عمره ومازال ما دارش القبر ديال الدنيا اللي كلاو علينا هاد الناس هادو. هاد الناس تعداو علينا، وماشي تعداو علينا لانهم اكثر من شي حاجه، اكثر من تعدي، ما كاينش مصطلح ديال اكثر من تعدي. هاد الناس تعداو عنا وداو لنا رزقنا، والله ياخذ فيهم الحق. وحنا راه من هذا المنبر هذا غادي تناشد صاحب الجلاله للتدخل العاجل لهذا لحل هذا المشكل هذا، لان كيف قلت تنعاودها دائما، هاد الناس نسبوا عنا باسم صاحب الجلاله، لان كيف قلت اسمه مشروع مشروع ملكي ماشي مشروع مآسي، راه حرام عليهم. وراه ما غاديش نتقعدوا من هنا، يسمع الجميع سواء السلطات المحليه ولا الوطنيه ولا كما بتكون، المهم حنا ما نايضينش من هنا، من هنا صامدون الى وجود حل شامل وكامل بالنسبه للمطالب اللي عندنا حنايا. اربعه المطالب يطبقوها لنا ويعطونا حجج عليها ثابته نوضوا، ما عطوناش هذا الشيء راه ما نايضينش. المطلب الاول اللي تنطالبوا به هو الاجراءات مع الناس اللي ساكنين، يفدوا معهم الاجراءات ديالهم، لان ماشي اليوم، ماشي اليوم ساكنين وغدا توقف عليهم المحكمه والبنكه وتخرجهم، راه ما يمكنش. لان هذاك اللص اللي بسبب العمران سرق الناس وتا هي متواطئه معاه، ما يمكنش هذوك الناس يسكنوا بلا اوراق، فضروري خصهم اوراق للاثبات. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني، هاد الناس اللي غادي يشدوا السوارت، انا جو مو غابيل بلو دو كيل بلوك، سي با امبورتون لي بلوك، الناس خصهم يسكنوا، ولا بيسكنوا يسكنوا باوراق ثابته، كيف تنقولها ونعاودها ثابته. المطلب الثاني. المطلب الثالث هو اننا حنا لا جينيراسيون ولا لو جروب ديال 2017 يعطونا وثائق ثابته اللي هي الكونترا الكونترا، ودير معنا العمران ايمتى بتبدا الاشغال تاع الشطر اللي حنا فيه كيف قلت 2017 مين والى، ما تعطيناش مين وتخلي الى الانفيني ما قابليناش، مين والى، كيف تنقولها دائما مع ضمانات كامله. كيستمر هذا الاعتصام اليوم الثامن، يمكن اليوم الليله ديال اليوم التاسع، وغيستمر ان شاء الله الى ان يخرج كاين واحد اللقاء ان شاء الله غدا غيكون مع المسؤولين ديال العمران. كنتمنى من الله يكون شي 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 مخرج اللي هو لهاد الناس هادو باش يربيح، لان هاد الازمه هادي، لان الناس يعني غداو كتوتر الامور، غداو لان ما كاينش حتى العمران باقي الان ما توصلنا حتى شي واحد، فقط السلطات المحليه اللي كتواصل معنا. اما بالنسبه للعمر المقاول فما كاين حتى شي واحد كنتواصلوا معاه. كنتسناو غدا ان شاء الله بعد اللقاء ديال السيد الباشا اليوم، عطانا اشارات ايجابيه ولكن غير كافيه، اللي ما كانتش من المصدر اللي هو مسؤول على الازمه هذه اللي هي العمران والمقاول. كنتمنى من الله غدا تكون شي انفراجه في هاد المشكل هذا، وفي شي دار كذلك الاجتماع ديال اليوم الثلاثاء ان شاء الله. حنا كنتسناو وكنتمنى من الله انه يرفع لنا الله هذا البلاء هذا، لا هذا البلاء ديال السكن، لا بلاء ديال كورونا. السلام عليكم، انا ارمله، يعني ثلاث البنيات كاريا دفع 6 الملايين وما زعما عطانا حتى شي حاجه. السلام عليكم، انا يتيمه من 2010 وحنا دافعين 5 مليون واخدينها من بي ام سي كريدي، بابا مات وكنا كنطلبوا من حقوق ديالنا شي 11 عام هادي، وحتى شي حاجه ما داروها معنا، حنا دابا كاريين. بسم الله الرحيم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، شعارنا الله الوطن الملك. اللي كنطالب في هاد الكلمه ديالي الاخيره مع هاد الناس هادو، وما غاديش تكون الاخيره، هو كنطالبوا اربعه ديال الحوايج من هاد الناس. اول حاجه تسليم مفاتيح، ثانيا تيتر ديال المحلات جروب او بي والسي، ثالثا
واللي كان طالب عليها اللي هي كاع صعيبه شويه هذه، وهو الناس اللي مخلصين ديال 2017 وما عندهم حتى ورقه، خصهم يشدوا العقود ديالهم بانه منخرطين كمستفيدين. واللي تنقول في هذا المنبر هذا باش الشطر الثاني والشطر البداية ديالو والنهاية ديالو هما راه عارفين الشطر ديالو خصو يكون كامل. وكذلك الناس اللي مسؤولين على هذا المشروع يلتزموا مع الناس ديالنا ديال الجمعية بوعود اللي هي صادقة، ما تبقى وعود كاذبة عاوتاني. وحنا دائما كنطلبوا من جلالة الملك الله يجازيه بخير والله يطولنا عمره يوقف معنا في هذا وينظر لنا في هذا الملف ديالنا، والله ينصر سيدنا وعاش الملك وشكرا لكم. السلام عليكم. احنا من انا من الناس المتضررين في هذا المشروع تاع النسمة اللي كيف كاع الناس ولاو تيسموه نقمة. نتمنى ان شاء الله احنا دايرين الاعتصام اليوم العاشر في الاعتصام، وتنتمنى ان شاء الله تنتناو الحلول. غدا ان شاء الله عندنا اجتماع مع المدير الجهوي ديال السكنة والتعمير، المدير الجهوي ديال العمران وسيد الباشا، وتنتسنى ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نعطوهم مقترحات، وغادي نشوفوا غدا ان شاء الله كيفاش غادي يكون الاجتماع وسميتو. وحنا كنترقبوا الخير ونتمنى هذا الاعتصام يكمل في ظروف ونتائج كيف ما بغينا، المطالب ديالنا يتحققوا ان شاء الله. انا انا من النساء اللي سمحنا في ديورنا وسمحنا في وليداتنا وبقينا في هذا الاعتصام، وماشي 10 ايام ديال الاعتصام بان بالنسبه ليا كأم وكزوجة ومخليه وليداتي ومخليه ومعتصمين، كنتمنوا الاعتصام نخرجوا ان شاء الله بخير ونوصلوا لشي نتيجه، لان راه من 2009 وحنا متضرين. عطينا فلوسنا، انا كنهضر من 2009، عطينا فلوسنا جمعنا واحد الرزيق عطيناه لهاد الناس وما تسلمنا حتى شي حاجه. 11 عام تاع المعاناه، 11 عام نتمنكم هاد 11 عام يجلس هاد المسؤول ويضرب 11 عام يدير لها كالكولات خيت ديالها، يشوف 11 عام شحال فيها من شهر، شحال فيها من نهار، شحال فيها من دقيقه، شحال فيها من ثانيه ديال المعاناه. هاد الناس عطيناهم رزقنا وجلسنا كنقروا في ديور عباد الله. الا مثلا غنعطيكم ان اكزومبل بي، انا 6,40,000 ريال اللي عطيناها في الكرا ديال ديور عباد الله، واليوم راه حنا متهددين باش غنخرجوا للشارع، لان مول الدار وانا كنحترم مول الدار، لان من حقو السيد بغى دارو قال لي خوي لي داري، حنا مهددين بالشارع، لان حنا ملي شرينا دارنا الا بينا نعيشوا كرماء في بلادنا ونعيشوا بعيش كريم، حتى واحد ما يهددنا، حتى واحد ما يقول لنا خرجوا للشارع، حتى بالاحرى كاين شي مول الدار لدابا باش غادي يخرجني انا للشارع. علاش؟ لانني انا هزيت فلوسي وعطيتها لواحد المؤسسه، لان مؤسسه العمران، مؤسسه العمران ما كانتش في المستوى، مؤسسه العمران بتشرد عائلات، وحنا دابا حنا مشردين، حنا بدينا كنستعدوا للشارع الا ما داروا معنا حتى شي حلول. عيب وعار نكونوا في الشارع في المغرب، عيب وعار. انا كتجيني عيب وعار يشوفونا الاجانب بان حنا متشردين بفلوسنا، خلصنا فلوسنا وتشردنا. هادشي زعما هادشي كيضر في القلب وكيضرنا بزاف وبزاف وبزاف. انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون واحد الحل في اسرع، وعندنا الثقه الكبيره في السلطات المحليه، السيد العامل والسيد الباشا والسيد القائد، كنشكرهم وعلى راسنا وفوق راسنا، وكنتمنى ان شاء الله مؤسسه العمران توصل معنا لواحد الحل، لان هادشي راه عيب وعار ويوقع في المغرب. كمراسل صحفي فعشت واحد التجربه البارحه، انه عشت معهم اليوم التاسع
ديال الاعتصام، فضلت انني نبات مع هاد المعتصمين باش نحس بهذيك التجربه او كبادره تضامنيه معهم. كان الله في عون هاد الناس، لانه كانت البارح الرطوبه تذوك القياطن يعني تيقطروا بالماء وكيتهيئ لك بانه كطيح الشتاء، فما بالك بهاد الناس اللي كاينين معتصمين اليوم العاشر ديال الاعتصام ومازال متشبتين بهذا الاعتصام. للاسف الشديد مشروع ملكي البلوكاج ديالو عمر لاكثر من 10 سنوات، هذه اساءة للملك وجريمة ضد الانسانية، لانه لا يعقل تشوف نسوة هنا بمعية الاطفال ديالهم بيتين في العراء، بيتين في الرطوبة، الحشرات والبروده تاع الطقس ومتشبتين، لانه كما قالت واحد السيده انه حشومه وعار انه المراه الصويريه تبات هي ولدها في الزنقه. اناشد والتمس مره اخرى من الجهات العليا، اقول الجهات العليا انه الملف جد مستعصي، انه تدخل في اقرب الاجال لحلحله هذا الملف المشؤوم سيء الذكر اللي صبحوا تلقبوه ماشي المستفيدين وانما المتضررين منه بمشروع نقمه عوض مشروع نسمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.